السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثالث ديال الدرس ديال لي فاكتور إضافي كي لوغ انفلونسي ولا ريبارتيسيون دي زيكريفون. هذا الجزء الأخير اللي متعلق بلي كاركتيريستيك شيميك دو سول من بعد ما شفنا في الجزء الأول والثاني لي كاركتيريستيك فيزيك ديال لو سول. ألوغ قبل ما نبدا هذا الفيديو نستغل الفرصة ونعتذر لكم جميعا على التأخر ديال هذا الفيديو. نتمنى أن بزاف منكم مازال ما دورش الفرض ويستفد من هاد لابارتي الأخرى. الو مساله اخرى ما تنساوش تدخلوا عندي للفيسبوك اللي انا غنحطو لكم في الوصف اللي خاصو شي حاجه فروض اسئله تلقاو تما ان شاء الله. اذا الو بالنسبه لي كاركتيريستيك فيزيك شنو شفنا؟ غندير واحد مراجعه صغيره. شفنا لي كاركتيريستيك فيزيك فيهم لا تيكستير و لا ستريكتور. لا تيكستير قلنا سي لو مود داسومبلاج دي بارتيكول، هو كيفاش دوك الجزيئات ديال التربه متوضعين وحده مع وحده، واش وحده فوق وحده ولا وحده حدا وحده. وقلنا ان لاست وقلنا لا تيكستور هي العكس، هي ماشي مختلفه على ستريكتور. لا تيكستور كيكون فيها يعني كتهتم بالمحتوى ديال ديك التربه شنو فيها. دونك لي بارتيكول اللي كاينين لي بارتيكول مينيرال ولا لي بارتيكول اللي كاينين في ديك التربه. دونك في لي كاركتيرستيك شيميك اللي هي لا بارتي الاخرى ديال هاد الدرس شنو غنشوف فيها؟ اول حاجه غنتعرفوا على لاسيديتي دو سول. شنو هي لاسيديتي دو سول؟ وبيان دو سول هي البي اش الحموضه ديال التربه. لو بي اش وبيان لو بوتونسييل هيدروجين ميزوري لاسيديتي دو فوتر سول. ميزور لاسيديتي دو فوتر سول. سي لو بي اش كتعرفوا البي اش قريتوه في الفيزيك يعني عدد الهيدروجينات المتواجده في التربه. بوتونسييل هيدروجين يعني قدره الهيدروجينيه شي حاجه بحال هكا بالعربيه. المهم سي لو بي اش هي انفيريور ا 7 هذه كتعرفوها. ممكن نقولوا كنقولوا ان لو بي اش هي اسيد. الوغ اون بو دير اوسي كو لا تير هي اسيد. اكزومبل دان سول اسيد سي لو سول سيليسيو كي بورتان بي اش ايغال 5.5. هاد التربه السيليسيه عقلوا على هاد لي تيرم هادو راه ضروريين كتحطوا صحيح او خطا. دونك التربه السيليسيه البي اش ديالها يساوي 5.5، اذا هي تربه حمضيه. بينما سيلي يعني كنهضر هنا على البي اش سيلي سوبيريور ا 7 لا تيغي الكالين يعني قاعديه. الكالين قاعديه. اكزومبل دان سول الكالين سي لو سول كالكير كي بورتان بي اش ايغال ا 8. عقلوا على حتى هذا لو سول كالكير راه كاين واحد التمرين ديال واحد جوج النباتات لي بينيسليتي سيفيسيا فابا كنزرعهم في دو سول اكستير. دونك لو سول الكالين هو سيتان سول دو سيتان سول كي بورت ان بي اش كي ايغال 8. دونك او بيان لو سول كالكير سيتان سول كي بورت ان بي اش ايغال 8. الوغ سي لو بي اش دو 7 اي ديفيني ان سول نوتر اللي هو مارش نوتر يعني نوتر ايغال 7. عاودي بلي مش تراجم جيوب لي نوتر محايد محايد ان سول نوتر محايد. دونك بور ميزوري لو بي اش اون بو يوتيليزي بليزيور ميثود. باغمي سون ميثود كاين لو بابي بي اش او بيان ورق بي اش، هي واحد الورقه اللي كنغمسوها كنهزو التربه كنزيدوها الماء كنغسلوها بالماء، داكشي اللي فيها كنديرو في هاد الورقه. الى هاد الورقه تحولات لشينول من هاد الالوان وكناخذو شحال البي اش ديالها. هذا غير تقريبي ما كيعطيش بي اش يعني مضبوط. وكاين كذلك جهاز بي اش متر دونك اللي هو جهاز الكترونيك يعطينا قيمه نسبيه مضبوط. دونك بوغ ميزوري لو بي اش دو سول اون بو يوتيليزي دي ميثود ديفيرون. باغمي سي ميثود لو بابي بي اش او بيان بي اش متر. هاد الجهاز هذا يسمى جهاز بي اش متر، تكونوا شفتوا هذا في الدرس. دونك هذا واحد النوسيون جديد كومبليكس ارجيلو ايميك. شنو هو كومبليكس ارجيلو ايميك؟ هي كومبليكس هي واحد البنيه مركبه بين الناس، مركبه بين جزيئه من لارجيل و ليميس. هاد لارجيل اللي هو الغيس وليميس اللي هو ليميس هو الغبار مارش سميت يقدر الغبار داك الروت ديال البهائم. وبيان هو لا ماتي اورغانيك ترانسفورمي غنشوفوها من بعد. هاد ليميس مهم هاد الكومبليكس هذا ارجيلو ايميك هو سيت اون اسوسياسيون اونتر لارجيل و ليميس
هاد لاسوسياسيون كيدار اليد دي زيون سي ان دو بليس، يعني لي زيون سي ان دو بليس كيهزو لينا جوج ديال الحبه ديال لارجيل والحبه ديال ليميس، مازال ما وصلنا هنا، الحبه ديال لارجيل والحبه ديال ليميس، وكيلصقوا بيناتهم بحال كيزوجوهم. المهم بحال هو زواج بين لارجيل وليميس، وداك الرابطه ديال الزواج هو الايون ديال سي ان دو بليس. دونك Le complexe argilo-humique est une structure formée d'argile et l'humus. Cette association maintient la structure du sol. يعني بحال الزواج، فاش كيكون الزواج في المجتمع يحافظ على استقرار المجتمع اكسيتيرا، حتى هذا الزواج ما بين الليميس والارجيل يحافظ على استقرار التربه. كيفاش كيحافظ على استقرار التربه؟ هذا هو السؤال اللي غيدور في بالكم. الوغ اسيدي هاد الكومبلكس ارجيلو ايميك فاش كيتكون؟ كيكون في برا ديالو مشارجي نيجاتيفمون، يعني كتكون عنده شحنه سالبه، بحال هادوك اللي تزوجوا كتكون عندهم، المهم غير تخيلوها راه ماشي كتكون عندهم، كتكون عندهم شحنه سالبه وكيبيو يديروا الوليدات. هنا هاد الوليدات ديال باش يستقروا اكثر، يديروا الوليدات باش يستقروا اكثر. دونك هاد الوليدات ديال الكومبلكس ارجيلو ايميك هو كيكون شارجي نيجاتيف مو في برا ديالو، الى هاد لا شارج نيجاتيف اتراكتي لي زيون ليبر في الوصول، كاينين الايونات حره بحال المنغريزيوم الكالسيوم البوتاسيوم الهيدروجين اكسيتيرا، كي اتاشيهم كي اتراكتيهم وكيلصقوا به حيت هو شارجي نيجاتيفمون وهما بورتي اون شارج بوزيتيف، الوغ كي ما كيشددوك دوك لي زيون باش ما يديهمش داك الماء اللي كيبدا يتكب فاش كتكون الشتاء، ولا داك الماء ديال السقي اللي كيهبط لتحت باش ما يجرش دوك لي زيون، وبالتالي النبته فاش كتكون في ديك التربه كتستافد من دوك لي زيون. الوغ لو كومبليكس ارجيلو ايميك اي كابابل دو فيكسي اون غيزون دو سا شارج نيجاتيف، يعني داك لا شارج نيجاتيف اللي كاين في السطح ديالو لي زيون بوزيتيف، يعني الايونات السلبيه. سي زيون نو سون با امبورتي باغ لي زو دو رويسيلمون، يعني هاد لي زيون فاش كيلصقوا بهاد الكومبليكس ارجيلو ايميك ما كتديهمش التربه، ما كتديهمش الماء، الوغ كتستافد منهم النبته بطريقه او باخرى. إذن هذا هو الكومبليكس ارجيلو ايميك ببساطه. نتمنى انكم كنتوا فهمتوا هاد لابارتي. On passe. Donc le rôle du sol dans la répartition des êtres vivants. يعني تأثير التربة على توزيع الكائنات الحية. باش فهموا هاد توزيع الكائنات الحية، النباتات دايرين بحال بنادم. كاين مثلا إلا مشيتوا حدا البحر، كاين اللي كيكون كيجلس حدا الماء كيدي الحوايج ديالو حتى لحدا الماء حيت عزيز عليه البلاصة اللي فيها الماء بزاف، وكاين اللي كيجلس في الوسط في الطريق فاش كيدوزوا الناس حيت عزيز عليه يدوزوا الناس حدا، وكاين اللي كيجلس في اللور حدا الزحام حيت عزيز عليه الزحام، وكاين اللي ما كيحملش الزحام. يعني لي زيتر فيفون اللي هما الناس في البحر كيتغيبارتاو ولا كيتوزعوا، كل واحد حسب الميول ديالو، كل واحد حسب داكشي اللي كيبغي. حتى النباتات كيتوزعوا في التربه على حسب النوعيه ديال التربه. دونك لو سول ا اون انفليونس ديريكت او بيان انديريكت سور لا ريبارتيسيون دي زيتر فيفون. دونك هادي غتلقاوها في الكتاب ديالكم، لانفليونس دو لا كومبوزيسيون شيميك دو سول سور لا ريبارتيسيون دي شيلي، تاثير ديال المكونات الكيميائيه ديال التربه على توزيع لو شيلي. لو شيلي هي بلوط الفلين، شجره بلوط الفلين. Donc, dans le but de déterminer l'influence de la nature du sol sur la répartition du chili, on exploite les données suivantes. Ah, je n'ai pas le plateau de CD Ptach. Moi, je suis CD Ptach, je suis le Maghreb. Je suis le Maghreb. Moi, je suis CD Ptach, je suis le Maghreb. 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 وكاين هذا اللون الليموني اللي هو الشيست، وكاين الصفر شفناه، وكاين هذا الاحمر اللي هو الجرانيت، وكاين الكوارتز هذا، وكاين الصاب الارجيلو هو هذا اكسيتيرا. وعندنا بزاف ديال النباتات هنا، عندنا الشيلي، عندنا تيو ولا شاد العجب، تيزرا اكسيتيرا. المهم ما كيهموش هاد السميات ياك.
لكي يهمنا الى لاحظتوا هاد الشين اللي هادي هي اللي كتهمنا. شوفوها مزيان كاينه في هاد الوصول، هاد الوصول اللي هو صابل ارجيلو ولا صابل، وما كايناش في هذا اللي هو كالكير، وكاينه في هذا اللي هو شيست، وكاينه في هذا اللي هو صابل ارجيلو، وما كايناش في الكالكير، وكاينه هنا اللي هو الكوارتز، وكاينه هنا اللي هو الجرانيت. هاد الشجره الخضراء، اذا هاد الشجره الخضراء عندها مشكل مع هاد الكالكير، هاد التربه الكالكيريه ولا الكالكيريه. اذا هاد لوشين لي il se développe sur toutes les natures du sol, mais il refuse ou bien absent sur les sols calcaires. Donc les sols calcaires, عندهم شي تأثير على هاد النبتة هادي أو بيان على هاد الشجرة هادي، ما كيتحملوش. إذن نفس، نتمنى أنكم تفهمتوا هاد لابارتي هادي، نشوفوا التحليل ديالها. دونك لو شي لا ميم شوز كاين اللي عنده هادي في الكتاب، راه هي نيت هادي، ها هي كاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا، ولكن ما كايناش في الكالكير، هاد الكالكير هذا ما فيهش. اذا لو شي لي سو ديفلوب سور دي سول دو ناتير ديفيرونت، يعني هاد جبر لوط الفيلين ينمو على تربات ذات بنيه كيميائيه ذات بنيات ذات نوع مختلف. اذا تلك لي سول سابلو ارجيلو سابلو كوارتزيك شيستو او بيان غرانيتيك، كاع هادو كتنوض فوقهم. مي سي بلونتي ابسون سيغ لو سول كالكير، لا توجد على الاسطح او بيان التربات الكالكيريا. دونك لي سول كالكير امبيشون لو ديفلوبمون دو شين لي، وهذا هو الاستنتاج. اذا بما انها لا تنمو على لي سول كالكير، دونك لي سول كالكير اون انفلونس سيغ la présence du chien lié ou bien empêchant le développement تحبسه ولا تمنع تطور ونمو نبتة بلوط الفيلين. Donc relation entre pH du sol et l'absorption des ions. باش نفسرو علاش هاد لو شين لي ابسون سور لي سول كالكير. لي سول كالكير اش غيكون فيه؟ غيكونوا فيه بزاف ديال لي زيون ديال سي ا دو بليس. Alors, Hachili, Ranchoufoumen Ben. Donc, plusieurs études sur les relations entre la composition chimique du sol et le développement des plantes ont montré que. Il y a beaucoup de études qui ont été faites entre les plantes, les chimiques, les tourbes, les tatouurs, les nabatats, les catibines. Il y a beaucoup de études qui ont été faites entre les nabatats. Les plantes indifférentes. غير ما تتسوقش لا ناتور دو سول، ما عندهاش سوق، بحال هذاك السيد اللي كيمشي للبحر. نرجعوا للبحر ديالنا، هذاك اللي كيمشي للبحر في ما وصل كيحط الفوطة ديالو والباراسول ويجلس، ما عندوش سوق، سواء في الطريق سواء في الماء سواء في الرملة في ما لقى كيجلس. يعني كاين شي دي بلونت كتنوض في اي بلاصة، فوق الحجر في الشانطي في ما لقات، فهمنا ما عندهاش مشكل، فوق ترابة كحلة فوق ترابة بيضاء ما عندهاش مشكل. وكاين لي بلونت، كاين دوك الناس اللي عزيز عليهم انهم يختاروا، كاين لي بلونت بريفيرونت لو سول كالكير، يعني كتنوض غير على التربه الكالكيريه دون لو بي اش سوبيريور ا 7. دونك لي سول كالكير قلتوا عليها هذيك الساعه فاش شفنا لو بي اش، قلنا دون لو بي اش سوبيريور ا 7 ايلي سون كاليفي دو كالسيكول. كالسيكول عقلوا على هذا لو تيغم بزاف، كالسيكول يعني محبه للكالكير، فيما كان الكالكير كتمشي ليه، بحال هذيك اللي عزيز عليها تمشي للعرس، فيما كان شي عرس كتمشي ليه. المهم اونتر بارونتيز لي بلون بريفيرون لي سول سيليسيو، قلتوا على لي سول سيليسيو. لي سول سيليسيو ريبريزونت لي سول كي بورت ان بي اش انفيريور ا 7، دونك سي سون دي سول اسيد، اون كاليفي دو سول كالسيفيج. فيج يعني نافوره من الكلس، نافوره من الكالكير، لا تحب الكالكير، لا تنمو فوق الكالكير. اون باس باش نفهموا هاد بارادوكس هذا ولا هاد علاش هادو كي عزيز عليهم وهادو ما عزيزش عليهم. زينا جوج النباتات، وحده سميتها ليبينوس ليتوس وحده سميتها فيسيا فابا. اي بلونت كالسيفيج ليبينوس ليتوس، هاد ليبينوس ليتوس ما كتحملش الكالكير، كالسيفيج. دونك ايل بريفيرونت لي سول سيليسيو،
اللي ما فيهمش الكالكير اللي ما فيهمش لي زيون سي ا دو بلس. اي اون بلونت كالسيكول، كالسيكول فيسيا فابا محبه للكالكير. On y cultive dans 10 000 milieux dans le pH de solution de sol variant entre 5 et 11. Il y a un échelon, on a fait un wasat, ou que le wasat, le wasat, le wasat, quand il y a un pH, le 5-11. Donc les résultats obtenus sont représentés sur la figure C. Relation entre le pH du sol et l'absorption du CO2 plus par les racines des plantes, le cerveau et le pilus, le tissu, etc. Bon, had le mi bien à d'abèche femme, achnou kat lahdou, aïe le pinus litis, aïe le mi bien diala, achnou kat lahdou, le pH qui est compris entre 5 et 6, pardon, et 8, presque 9, ma katamtach bzaf diala chan, diala CO2 plus. كتمتص صغير واحد النسبة اللي هي تقريبا 4 ما بين 4 و 5 من هنا لهنا، ولكن غير كتوصل تسعود ولا تقريبا فاش كتقرب للتسعود كتجعر، يعني فاش هنا فاش كنتحولوا من بي اش اسيد لبي اش بازيك كتجعر وكتمص بزاف وكتاكل بزاف ديال لي زيون سي ا دو بليس، شفتوها يعني امتصات بزاف رغم انها كالسيفيج راه هي ما كتحملش الكالكير، ولكن فاش درنا هنا شربت بزاف د الكالكير. اذا كاين شي حاجه بحال شي واحد ما كيحملش الماكله ودير الريجيم، ولكن فاش كتحط ليه الماكله كيدخل فيها بحال هاد لي بينيسليتيس، فهمنا فهمت سطا. دونك هاد الفيسيا فابا رغم انها كالسيكول تحب الكالكير الا انها تمتص نفس الكميه تقريبا مهما كان نوعيه البي اش ديال الوصول، رغم انها تحب السي ا دو بلس كالكير ومزروعه في وسط به الكالكير الا انها تاكل وبيان تمتص ما تحتاجه فقط، بحال هذاك اللي هو داير ريجيم ومتحكم في راسه واخا تحط ليه الماكله ما ياكلهاش ولا عزيزه عليه شي حاجه ورغم ذلك ياكل فيها غير شويه. هاد لي بينيسليتيس ما كتحملش الكالكير، ولكن نهار تحط ليها طحنات وكلات بزاف. دونك باش نفسروا علاش هاد لي بينيسليتيس كلات بزاف رغم انها كالسيفيج ما كتحملش ما كتحملوش، درنا واحد التجربه اخرى اللي هي لابسوربسيون دي زيون كا بلس، درنا كا بلس باغ لي غاسين دي بلونت لي بينيسليتيس، هزينا غير هاد لي بينيسليتيس هي اللي كتهمنا، هادي ما كتهمناش حيت نورمال كتمتص داكشي اللي خاصها. اون اوتيميزيون فونكسيون دو لا كونسونتراسيون دي زيون سي ا دو بلس دون لو سول، لي ريزولتا اوبتونو ريبريزونتي سيغ لو فيغور دي. اشنو درنا؟ درنا الكونسونتراسيون ديال لي زيون سي ا دو بلس اون فونكسيون دو لا كونسونتراسيون او بيان لابسوربسيون دي زيون كا بلس او بيان البوتاسيوم. اشنو لاحظنا؟ ان هاد الفيسيا فابا فاش ما كانش اون بريزونس دي زيون سي ا دو بلس، فاش كان سي ا دو بلس النسبة ديال كا بلس اللي امتصاتو صغيرة بزاف، يلاه دايزة واحد تقريبا واحد، ما دايزاش واحد وشوية. شتوها اون بريزونس دي زيون سي ا دو بليس، فهمنا؟ ولكن فاش اون ابسونس دي زيون سي ا دو بليس كلات بزاف ديال الكا بليس. يعني هاد باش تفهموا هاد لي بينيسليتيس دايره بحال شي دري صغير، دري صغير كيعرف هو ما كيعرف بلي الفانيل والبيمو داكشي ما كيمرضو، يعني كالسيفيج ما كيحملوش حيت كيمرضو كيدير ليه الاسهال ولا شي لعبه، ولكن نهار كيكون داك بيمو وداك شي بريزونس دي زيون سي ا دو بليس، يعني كاين داك بيمو وداك شي الاخر اللي ما كيعملوش وهو عزيز عليه في الحقيقه، كياكل منه بزاف وما كياكلش داك شي اللي كينفعو، مثلا الخضره نتخيلوا هاد كابليس بحال الخضره، ولكن نهار فاش ما كيكونش داك بيمو وداك شي كياكل الخضره كلا بزاف، كلات بزاف ديال كابليس اللي هو الى جيتو لهنا لي زيليمون مينيرو تيلكو كابليس اف او 3 من غير سون انديسبونسابل على كرواسونس دي بلونت، هي جد مهمه من اجل تطور وكبر تطور النبته. اذا كخلاصه ديال هادي، الخلاصه ديال هاد الخطاطات هادي اللي عطاوكم في الفرض، ان لي بينيسليتيس دايره بحال شي دري صغير، هي ما كتحملش سي ا دو بليس، ولكن فاش كتحط في وسط سي ا دو بليس كتمتص بزاف ديال سي ا دو بليس، فهمنا؟ وهاد الامتصاص ديال سي ا دو بليس يؤدي الى كبح امتصاص كابليس، وهاد كابليس مهم باش تكبر، داكشي علاش كتموت
داك الدري الا خليناه كياكل غير بيمو 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 غيموت، ولكن في حاله ما كانش داك سي ا دو بلوس هي كتاكل داك الشيء اللي خاصها من كابلوز ومن لي زيون الاخرين وكتكبر بشكل عادي. وهذا ما يفسر هاد دابا هاد لو شي اللي هي بلونت كالسيفيج، نهار كتحط في هاد لو ميليو لي هو كالكير كتمتص بزاف ديال الكالكير وكتموت، حيت ما كتاكلش داكشي اللي نافعها، كتاكل غير داكشي اللي ما نافعهاش. فهمنا داكشي علاش ما كايناش في هاد كاينه في جميع لي صون وما كايناش في هاد الصون. داكوغ، نتمنى انكم فهمتوا هادي. دونك شي لي بلونت كالسيفيج لي بينيسليتيس لابسوربسيون دي زيون سي ا دو بليس اوغمونت considérablement avec l'augmentation de pH de la solution de sol. C'est-à-dire, galicacidi, le pinus lutis katmtas, c'est à deux places, bichakl, motawa, sil, artifa, le pH, chigilne. Donc, chez les plantes calcicoles, vicia faba, l'absorption des ions, c'est à deux places, n'augmente que faiblement avec l'augmentation du pH de la solution du sol. Yani, hadik, vicia faba. كتمتص لي زيون سي ا دو بليس غير بشويه كترتفع غير بشويه واخا تيتغير البي اش، وهادشي شفناه هنا رغم تغير البي اش فانها امتصت غير شويه. دونك نقول كو كيلتيفي سيغ لو سول كالكير فيبلومون دو سون لي بلونت كالسيفيج. الا زرعنا فاش كنزرعو، دونك فاش كنزرعو فاش كنديرو الزراعه في لي سول كالكير، لي بلونت كالسيفيج ابسورب اون غروند كونتيتي دي زيون سي ا دو بليس اون كومباريزون افيك لي بلونت كالسيكول. وهادشي قلناه، لي زيون سي ا دو بليس دو لا سوليسيون دو سول ديميني لا فيتاس دابسوربسيون دي زيون كا بليس باغ لي راسين دي بلونت كالسيفيج لي بينيسليتيس. يعني فاش امتصت، فاش كيكون سي ا دو لي زيون سي ا دو بليس كتمتص بينهم بزاف وما كتاكلش هاد كا بليس. هادشي اللي قلنا. Donc, la représentation ou bien la répartition des végétaux est influencée par la nature chimique du sol. Chez nous, on a tous dit qu'il y a des bêtes, il y a des tourbes. Le chenlier est une plante calcifuge. Chenlier, par l'autre, il y a un nebda, rire, mohibbel et le calcaire. Ne peut se développer, ne peut se développer sur les sols calcaires. Riche en CA2+, car CA2+ de ces sols bloque l'absorption de certains cations, le potassium ou deux autres cations qui sont indispensables au développement des végétaux, ce qui explique l'absence du chili sur le sol calcaire. Comme tout d'abord, le chili est maintenu sur le sol calcaire. Et nous avons le sol calcaire, quand on a besoin de CA2+, ou had si a du plus si ten ion qui bloque l'absorption des ions le ma l'dikation yar bi le ma muhimmin ta ma ou had l'dikation muhimmin f tatouar diyan nebta ou adam yuaddi ila mawtia ou adam tawajudiha fi hadi annaw' mina at-torba. Idan salina ma adak l'jeuz rendu zul shi haja akhra l'influence de la capacité de la rétention en eau sur en nom du sol sur la répartition du chili. Donc achno katlahdou hna المهم هادي راه حتى هي عندكم في الكتاب غنحاولوا نزرب عليها صافي. اشنو هاد لو شيلي نيت جو بونس لو شيلي نيت المهم هاد النبته هادي الشيلي واخا دي تيوني في لو كابزون سون سي لا بيرسون لو شيلي وي هاد الشيلي الا لاحظتوا حدا هاد لاكسي دي عمارة الضايه ديال سيدي عمارة في التحت ديال الضايه ديال سيدي عمارة كاين واحد التربه اللي هي ارجيل. ارجيل كما كتعرفوا انه كيكون مشبع بالماء، عنده واحد القدره ديال الاحتفاظ بالماء كبيره جدا الغيث، بينما التربه هنا الصبل فوق داك الارجيل كاين الرمله، بينما الرمله لا تحتفظ بالماء اللي هي نافوده للماء. دونك الا كتلاحظوا ان زرعنا نباتات من حدا الضايا تبعدنا على الضايا ب 200 سنتيمتر يعني 2 متر تقريبا ولا 3 متر، ولاحظنا باللي ان دوك النباتات اللي قريبه للضايا يعني قريبه للضايا بواحد ولا اوتور ديال ما بين لوصابل وداك لارجيل اللي كاين في التحت قل من 50 كتموت، بينما دوك اللي كاينين ما بين 50 سنتيمتر و 200 سنتيمتر اللي هي 2 متر كيكبروا عادي، بينما فاش كنبعدوا على ديك 200 سنتيمتر كيموتوا
الوغ حيت الغاسين ديالهم ما غيوصلوش هاد الغجيل هذا، دونك هنا لي غاسين ديالهم كيوصلوا هاد الغجين وكيستافدوا منه، هنا عاوتاني لي غاسين كيوصلوا بالزرب هاد الغجيل وكيموتوا. دونك نفس الحاجه هنا ما بين 0 و50 فلي تريسمون، يعني دابولات ديفلوبمون ما بين 50 و200 ديفلوبمون دي بلونت فلي تريسمون دي بلونت. دونك ريزولتا دو لا كولتور دي بلونت دو شيلي à côté de l'axe des amara dans les forêts marmora, dans la forêt marmora, frabet marmora. Ainsi, en fait, le Chili peut se développer sur les horizons. Les horizons, horizons, les horizons sablons, dont la profondeur compris entre 50 et 200, yani tant takbour wa tatawar fi tabaqat min ar-raml, l'épaisseur diala ma bin 50 au meeting. Qui sont au-dessus du sol argileux caractérisés par leur capacité de retention en eau élevée. Les qui comptent tout le sol de l'argile, les qui confient bzaf, qui attaquent de blême bzaf. Mais ne peut développer directement sur du sol argileux ou, yani had le chili, il a drité à l'argile maratnoch. Alors حيت لارجيل عنده كاباسيتي دي ريتونسيون نو كبيره، دونك كاين دي كونديسيون بيان بريسيزي باش ان هاد لو شيلي يتكبر. ارجيلو سور لو سو سابلو اون غروند بروفوندور، المهم هادشي نيت اللي شرحت لكم لا ميم شوز. المهم من هاد الجو من هاد الجي سيدي عمارة بلا ما نضيعو الوقت، دونك بقى لينا شويه وغنساليو رول دي زيتر فيفون دون ليفوليسيون دو سول، تأثير ou bien d'avoir le cas inat l'haïa fi tatawur at-torba. La mise en évidence de la fond et la flore de sol ou bien la fond de sol. Pour mise en évidence l'existence du fond dans le sol, on utilise un appareil qui s'appelle l'appareil de Birlis. L'appareil de Birlis, quand c'est l'appareil de Birlis, c'est l'appareil de Birlis, c'est l'appareil de Birlis, c'est l'appareil هاد لاباغي دو بيغليز مناش كيتكون من واحد القمع اللي كيتسمى بالفرنسيه لونطونواغ، بحال هذاك ديال مورجافيل ولا مولزي. دونك كنديرو فوقو واحد الغربال وكنمشيو تحت شي شجره، داك لا ليتيير ولا ديك التربه اللي تحت الشجره كنجمعوها وكنحطوها فوق داك الغربال اللي كاين فوق داك القمع فوق داك لونطونواغ. وهاد لونطونواغ كنحطو تحت واحد الغراف، هاد الغراف فيه الكحول، هاد الكحول اللي طاح يتجمد، الحشره اللي طاحت من هنا تكولا تموت وتجمد وتحفظ. وكنديروا فوقو بيان سيغ واحد البوله باش نجريو على دوك الحشرات باش يهبطوا. الو هذا هو لاباغي دو بيغليز ببساطه. اشنو كنديروا دونك فاش كتشعل هاد البوله؟ هاد البوله اش كتخرج؟ كتخرج الحراره مما يؤدي الى ان هاد التربه كتنشف. فاش كتنشف دوك الكائنات كتنشف وكتسخن، كاين اللي غتجري عليه لاميديتي، كاين اللي غتجري عليه السخونيه. اش غيديروا؟ غيبداو يهبطوا. فاش غيبداو يهبطوا غيطيحوا في هاد القابيد الغربال طق، غيطيحوا هنا وغينتهيو في هاد القمه. اذا لاباغي دو بيغليز تان اباغي فورمي دان اونطونواغ، اونطونواغ هو هذا هاد المحقن، دون لاكيل اون ديبوز ان ايشونتيون دو سول، كنحطوا فيه ديك العينه ديال التورما، اي سيغمونتي باغ اون لامب، اي سو فيدي دون ان ريسيبيون. فوق واحد البوله وكينتهي في واحد البرمه ولا واحد الغراف اللي فيه الكول. سولي في دو لا شالور ديجاجي بار لا لامب اي دو لا ديمينيسيون دو ليميديتي دو ريشونتيون لا فون كونتينيو دون لو سول سو ديبلاسي فيغ لو با دو لونتونوار ايل فيني بار تومبي دون لو ريسيبيون دو ريكولت. سو ديرنيير كونتيان دو لالكول كي سو فيكسون لي زانيمو كيما قلت لكم. المهم هادشي بالفرنسيه. اشنو كنلقاو؟ الانواع ديال الحشرات وبيان لافون سي لونسومبل دي زانيمو، لافلوغ يعني جات من بحال الا قلتي الورده سي لونسومبل دي فيجيتو، قلعوا على هاد لي دو تيرم يقدروا درناهم في الدرس الاول. دونك اشنو من الانواع ديال الحيوانات اللي ممكن نلقاو؟ ممكن نلقاو لي كريستاسي ايزوبود، هادو القشريات متماثله الارجل شي حاجه بحال هكا، ميغيابود معائيات الارجل، انيليدي دود المهم، نيماتود دي لي زارينيي، لي بسودوسكوربيون العقارب الكاذبه،
ما عندوش القزيب هذاك الشيء، علاش كيسميوه عقرب كريم؟ لي زارينيي اكسيتيرا، تفهمنا؟ المهم كاين بزاف ديال الانواع ديال الكائنات، ما يهمش. اللي غنستنتجو انه كاين بزاف ديال الكائنات في التربه ببساطه، هذا الشيء اللي كاين. دونك ويلي ويلي ويلي. Les puits des êtres vivants sur le sol. Les vers de terre sont parmi les plus célèbres habitants du sol. D'où l'ard هو من بين الكائنات الكثيرة التي تعيش في التربة. Le sol aussi le vivant devient plus stable et donc moins sensible à l'érosion. التربة التي تعيش فيها ديدان الأرض تكون أكثر ثباتا وأقل عرضة للحت. Et l'agissant sur la structure granulaire du sol en ingérant la terre. Ingérant la terre, puis on le rejette sous forme de gros agrégats. Moi, je fais moi des jumelles à dire d'un tout de l'herbe. Voilà, mais c'est qu'il faut faire. Je vais dire qu'il y a une torbe qui est dans le fond. Ou qu'il y a un jambe dans le tête. Tu vois, maintenant, il y a un jambe dans le tigé. Il y a un jambe dans le tigé. Il y a un jambe dans le tigé. Il y a un كتمشي هي نيشان وكترجع مارشاريان، يعني بحال عندها جوج دريوس ولا عندها جوج دريوس، بصراحة ما عرفتش. المهم اش كدير هي فاش كتمشي مثلا طالعة الفوق، راه ماشي ديك الثقوب اللي كتحفر دوك القوانت، راه كتبدا تدخل ديك التربة من فمها وكتخرجها من التحت، وفاش كتدخلها من فمها كتبدا تخلط ديك التربة لداخل ديال فمها بدوك بداك الربيع وداك الشيء اللي كلات، يعني بطريقه اخرى بدوك لي سيل مينيرو، وكتخرجها سو فورم دي غروس اغريغا. المهم شي تتخرجها على شي شكل شي كرات ديال التربه. هاد لي زاغريغا غنيه بالعناصر المعدنيه. ايل بيرميتون فيجيتو بلونت اغريكول باغ اكزومبل دافوار اي ميور اكسيولو. داك الحفر دوك الحفار اللي كيوصلوا اللي كيحفرهم الدود كيدخل منهم الماء، فاهمنا؟ وكيستافدوا منه النباتات. اي لي زيليمون نيتريتيف اوسي اون فونكسيون دي ليسبيس لي فيغ دو تيغ اجيسون ديفيرامون سيغ لا ستركتور دو سول. المهم كاين كل دودو وكيفاش كيأثر على التربه. اي كروزون دي غالي بليز او موان بروفون كيحفروا حفاري غارقين ولا ما غارقينش، سو كي اكسيليغي انسي لانفيلتراسيون دو لو دون لو سول اي ليميتي لو رويسلمون دو اي لوريزيون. المهم داكشي اللي كتحفر دوك الثقوب فاش كتكب الماء فوق التربه كتهبط بالزربه لتحت، يعني كتيفيتي ان ديك التربه تمشي ماشي تهبط لتحت وتمشي، وانما تتهبط وتستافد منها النبته، يعني كونتر لوزيون اكسيتيرا. الى ميليون لايغاسيون اي لا سيركولاسيون دو ليكيد اي دي غاز اتامبلي فلاسيمون لي غاسين دي بلونت، يعني دوك الثقوب كيدخل منهم الغاز والغازات بحال الهواء والاكسجين اكسيتيرا. Ils favorisent l'alimentation et la croissance des végétaux. Quand on ou quand on tire avec les nabatets, de quel cas dialogue avec les nabatets. Ils jouent un rôle important au cours du micro-organisme dans le recyclage de la matière organique et l'enrichissement du sol. Moi, une bichetissard ou le cholassa, un deux de quelle hayat. Il a maintenant chez deux de quel deux qui a un mia kbira dans la hayat. De basata. تحية للدود. دونك هاد الشيء اللي جميع دوك لا فون ديال لوسول كتحول لنا لا ماتي اورغانيك. لا ماتي اورغانيك هي كل مادة تحتوي على الكربون والهيدروجين والاكسجين اكسيتيرا، تفهمنا؟ كتحولها إلى مادة معدنية، يعني كتاكلها كتديغراديها. إلا شفتوا هاد الورقات تتكال وكتشتت، كون ما كانوش هاد الكائنات كون الأرض راه تبلوكات، يعني ما غاديش يمشي داك كاع داكشي اللي تنتج ما غاديش يتعاود، فهمنا؟ دونك لا ماتيو اورغانيك شنو هي بعدا؟ لا ماتيو اورغانيك اي لا ماتيو كي كونستيتي دي لي زورغان دي زيتر فيمون، هي الماده التي تكون اجساد الكائنات. بحال كنت دابا اللحم هو ماتيو اورغانيك. الوغ فاش كيموتوا هاد الكائنات الوغ مو لا ماتيو اورغانيك اي ديكومبوزي. فاش كنموتوا حنا كان ديكومبوزو، يعني كنتفتتوا اون ماتيغ مينيغال. داكشي علاش في الروضه فاش كتمشي والروضه باش تزور جدك ولا ديتي شي نبته زرعتيها فوق القبر ديال جدك، وانت عند بالك ان ديك النبته غتعاون، يعني غتعطي الجماليه ديال جدك، هي في الحقيقه راه كتقصي جدك. جدك دوك الماده المعدنيه مناش مكون جدك كتاكل هذيك النبته. داكشي علاش الروضه كتلقاو فيها النباتات طوال، وديما الروضه عامره بالنباتات. علاش؟ حيت كاينه بزاف ديال لا ماتيغ مينيغال تما، تفهمنا؟ Donc, par les êtres vivants du sol, on dit qu'il est recyclé. Yani, yu'adu tadwiruha.
c'est-à-dire transformé pour être réutilisé plus tard. Les êtres vivants qui sont responsables sont appelés les décomposeurs, champignons et les bactéries. Les producteurs, c'est l'inverse des décomposeurs. Les producteurs, les nabatats, ou les mouhlilouns, ou les micro-organismes, les bactéries, les champignons. Donc la même chose, les kainats l'haïa, les aïcha f'torba, bzaf, kayhoulou, kayhjtou dik l'madda, l'audouya, ou kayhoulou al-madda madinia, l'madda madinia, katakoulou al-nibta, ou hna kanakoulou al-nibta, ou dik l'nibta, fach kanakoulou al-hna, katakoulou al-jasad diyadna, fach kanamoutou dik, etc. ou katour, fach kanamoutou katakoulou al-tani l'nibta, etc. Donc, nta même zia. L'action des êtres vivants sur le sol. Had les deux termes. On magie de mon immin bzef. Quelle l'humification et la minéralisation. L'humification, c'est la transforme de la matière organique en humus. Yani le mède dans l'odouya, tetahawalu ila l'humus. Katsma humification. Ou dak l'humus, grâce à l'action des êtres vivants, qui tahawal les éléments minéraux. يعني مينيراليزاسيون هاد العملية كتسمى التمعدن الله أعلم واش التمعدن اللي سميتها باللغة العربية إليمون مينيرو بحال البوتاسيوم الفوسفور اكسيتيرا الأزوت اكسيتيرا دونك جميع الكائنات نباتات الإنسان البقر الدجاج كيعطونا ماتي أورغانيك وهم بدورهم ماتي أورغانيك هاد ماتي أورغانيك فاش كتموت كيشدوها لي شامبينيون اي لي باكتيري كيديروا ليها ترانسفورماسيون ا ترانسفورماسيون كيحولوها ليميس اللي هي ليميفيكاسيون وهاد ليميس كيتحول لي زيليمون مينيرو اللي هو مينيراليزاسيون وهاد لي زيليمون مينيرو كيتستعملوا ديريكتومون بار لي بلونت وهاد لي بلونت كيتكالوا من طرف لي زيتر فيفون وهكذا دوالي كدور دونك لا ميم شوز انا باش ما نعطلوش Donc, les composants de la litière sont fragmentés par les organismes du sol. Yani, la litière, il y a la partie superficielle de le sol. Yani, dès le juge le loué de la torba, quand c'est mieux la litière. Pour obtenir des molécules simples, ces molécules subissent deux types de réactions. La première réaction nommé l'humification. L'humification, c'est la processus et la de la transformation de la matière organique en humus. Sauf quoi, sous l'influence des enzymes produites par les micro-organismes, microfonds et microflores. Microfonds, il y a une chèvre d'acquérir. Microflores, manabatet d'acquérir les canaux de torba. Il y a une chèvre de matière madinière, de matière odouya, de matière humus. Manabatet humus, qu'adjina la minéralisation. La matière organique ainsi que l'humus formé sont transformés en matière minérale. Matière minérale, carbone, etc. Carbone, oxygène, azote. Donc, le sol, il constitue du couche superposée de haut en bas. Saline a dit que la partie a dit partie chora. A torban, ou bien le sol, a dit bèche bdeoli comme jamais l'acetide. الغالبية كيبيب دابا هاد الجزء هذا دونك مناش كيتكون التربة هادشي خصو يتحفظ راه كيتعطى في الفرد كتكون من لا بارتي سوبرفيسيال هاد لا بارتي سوبرفيسيال نومي لا ليتيير لا ليتيير اي لو ميليو دو في دو تري نومبرو انيمو اون اي تروف دو نومبرو ريست دي انيمو اي دي فيجيتو انكور ان ايدونتيفيابل يعني هنا في هاد لا ليتيير كنلقاو فيه اجزاء ديال الكائنات الحيه الميته والنباتات اللي ممكن نهز مثلا لقيت شي رجل غنهزها ونقول لك هذا الرجل ديال الفار ولا هذا الرجل ديال البومه يعني قابله لاننا نعرفوها باقي مازال ما تحولاتش كي سون اون فوا دو ديكومبوزيسيون يعني يلاه بدات كتحلل ليميس كيكون تحت ها هو كيكون لا ليتيغ هو هاد البلاصه الصفراء ليميس هي هاد البلاصه الخضراء ليميس شنو هو اي كومبوزي دي ريست دي زانيمو et de végétaux difficilement identifiables. Il y a une limite à voir. Il y
يتكون من بقايا الكائنات النباتات المتحللة، ولكن الى عزينا شي بارتي من ليميس ما يمكنش نقول لك راه هذه تعود لكائن فلان فلاني، ما يمكنش نقول لك هذه راه الرجل ديال السي محمد ولا هذه الرجل ديال علي ولا هذه الرجل ديال البومة، يعني ولا هذه ورقة ديال سيدي موسى ولا هذه ورقة النعناع، صافي تفكات ان دي تو ايدون ما يمكنش نعرفوها. هذه هي الفرق بين لا ليتيغ وليميس. لا ليتيغ كاين فوق ليميس مباشرة تحت، ومن بعد كتكون لاكوش مينيغال لتحت. لاكوش مينيغال صراحة كاين واحد لاكوش كنسميوه لوغيزون دو غويسلمون، هاد لوغيزون داكيميلاسيون اللي هي هاد لاكوش مينيغال، ولكن سي با لا بين اللي قال لكم الاستاذ ديرو. اون كوش مينيغال كونستيتي دو مورسو دي غوش اي دو سابل اون ديسو دو سول، سو تروف لي غوش دو سو سول، لي غوش دو سو سول يعني كاينين حدا لا غوش مير. المهم هاد لاكوش مينيغال دوك لي مينيغو اللي كياخذوه من الماء ديال الغويسلمون كيكونوا هنا، كيتجمعوا هنا لوغيزون داكيميلاسيون كيتسمى. دونك لي ستاد دو فورماسيون ديال لو سول، لو سول كيفاش كيتكون لو سول؟ اول حاجه كيكون لالتيغاسيون دو لا روشمبير، ان الصخره الام تتعرض لي لي لي, لي لالتيغاسيون يعني التشتت والتفسخ والتشوه والتجزؤ اكسيتيرا، اي لي ريزولت دو بروسيسيز فيزيك لي بلوي بريسيبيتاسيون لي دي راسين اكسيتيرا كي فراغمونت لا روش، اي لو بروسيسيز شيميك اكسيون دي زو شارجي اون اسيد كي ديسولفون لي كالكير. مهم كتشتت ديك الصخره الام. من بعد l'enrichissement du sol. L'enrichissement du sol, يعني بداية اغتناء ديال لو سول par la matière organique végétale et animale. بالمادة العضوية الفيجيتالية والانيمالية. ياك؟ يعني كيبداو الكائنات يعيشوا فيها اكسيتيرا. ثاني حاجة ولا تالت حاجة لي زوريزون سو ديفيرونس سي دوفيرونسي. يعني في الأول ما بانوش عندنا هنا الطبقات، ولكن في التالي كيوليو عندنا الطبقات، كتولي عندنا الطبقة هذه الطبقة ديال المطير مينيغال والطبقة هادي عاد الطبقة، يعني اون فان سو لاكسيون دي زو دانفيلتراسيون يعني لو زو لي سيفاج يعني ماء الغسل ولا الماء اللي كيغسل لينا التربة كيهبط لي زيم لو مون سوبل سون اونتخاني اي اكيميلي بور فورمي دي زوريزون ديت اكيميلاسيون، يعني كيبدا يهبط داك الماده المعدنيه وكتجمع هنا كتعطينا واحد لوريزون داكيميلاسيون اللي هو هذا. دونك لا ميم شوز هنا لا غوش ميغ التيغي، من بعد كيجيو الكائنات كيبداو يعيشوا فيها، من بعد كتبدا كيتكون لي ميس وكيبدا الكائن لونغيشيسمون، من بعد كيتكونوا لينا لي زوريزون اللي هما دوك الطبقات، وهذا هو لوصول. دونك اكسيون دو لوم هادي ما كاين اللي ما دارهاش. Donc l'action de l'homme sur le sol, quelques aspects de la dégradation du sol, etc. Moi, هنا كيهضر على ان الانسان ما يهمش هاد البارتي كاين اللي ما كيديرهاش كاع، ان الانسان كيدير ديزيرتيفيكاسيون يعني كيدير لنا التصحر، تاثير الانسان بفعل انشطته يؤدي الى تصحر التراب، التصحر يعني بقطع لانه يقطع الغابات ولا شيء والغابات يعني كيوقع لنا التصحر، هادشي غير تقراو معلومات صافي. دونك لا ميم شوز هنا الجفاف اكسيتيرا، ان الانسان يؤدي الى ديزيرتيفيكاسيون، شتو الصحراء كتجي وكتدخل الانسان بفعل ارتفاع درجه حراره الارض اكسيتيرا. دونك ديفورستاسيون، ديفورستاسيون وقطع ستاسيون ماشي ستاسيون ديال ليسونس، ولكن ديفورستاسيون وقطع الغابات دي بواسمون ديال 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 الغابات، قطع الغابات يؤدي الى ان التربه كتعرى وكتعرض للتعريه، وفاش كيجي الماء كيجر لنا التربه وكيخلي لنا لو سول ما بقاش فيه ميد يعني ما غينوض فيه باقي والو، كتولي تربه عقيمه ما بقاو فيها مواد معدنيه ما بقى فيها والو. اذا الانسان بطبعه يؤدي الى تدمير البيئه. دونك لي سيفاج دي سول فاش كنقطعوا ديك التربه اش كيطرى؟ كيطيح الماء وكيبدا يغسل لينا ديك التربه وكيجر دوك لي زيليمون مينيرو اللي غتستافد منهم النباتات كيمشيو مع الماء وكيهبطوا لتحت، لذلك النباتات ما كينوضوش فوق داك التراب اللي وقع عليه لي سيفاج. دونك لي سيفاج راه هادشي نيت اللي شرحت لكم. ها هما دوك لي زوريزون، كاين اللي كيعطي هذا، كاين لوريزون ا لا ليتيغ، لوريزون بي
on retrouve beaucoup de minéraux de roche ou qu'un horizon si etc le moyen que l'on ait باش الانسان يحافظ على التور باش كيدير بريزيرفاسيون دو سول يا اميليوراسيون دو سول كيدير لو لابور اللي هو الحرث كيحرث التربه باش يقلب ديك الماتيور اورغانيك ويمكن دوك الكائنات الحيه انهم يوصلوا لها كذلك كيستعمل لي زونغري باش دوك المواد المعدنيه اللي كتخص التربه كيزيدوهم على شكل اسمده كذلك كيستعمل باش ما تغسلش التربه وباش يحافظ على الماء كيستعمل ليغيغاسيون بار غوت ا غوت نقطه بنقطه ولا الري بالتنقيط والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تنساوش تدخلوا عندي البروفيل فيسبوك